معاي مبقوط بالليلة سهران على شهادة تيفي كاين بلان كل حلقة معنا فنان كلها تخشاب سينوجي قوط بيتونايتي نشطكم شهادة تيفي غتونسكم هاد الليلة احنا معاكم خليكم ما تمشي عشاية هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون تجمع الأحباب والجيران عشاية هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون رمضان هذا واش من رمضان شكرا على حسن انتباهكم والى اللقاء مشاهدي قناه شاده مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كود بي تونايت. اليوم في هذه الحلقه خاصه غادي يكون معنا واحد الفنان اللي هو صديق شخصي ديالي. هذا الفنان هذا اش نقول لك ما دوزناش معاه قليل بزاف الحوايج ودايوغ خرج عليا في بزاف ديال الحوايج غادي تعرفوا عليهم دابا شويه في هذه الحلقه خاصه ماشي خاصه بزاف غادي نشوفوا اشنو غادي يوقع في هذه الحلقه من خلال هذه الصور. انت بحال كيديروا في الطهاره بحال كيديروا لي شوف الفريق ما كتقيس فيا والله الا فان ديالكم نكون صاحبك انا فان ديالك بالمعقول وحق الله سي تادي غالي يقدر يبيع لك البرنامج بالزربه واش بوكيون ولا كوباي ولك واش انت مسطي انا دابا راه تسناو الاغنيه الجايه تكون مع جاكي شان ساش في الكليب عندك هذيك الكاميرا هي اللي ديال المدير سمعتي سعاده المدير باش تكونوا قريب واضحين في الكليب شديتي المخرج واش ديتي؟ ديت مرتي هي كتشتري الدجاج كامل هي كتشتري كاع شطح عندك هي قال لي تي موش كيفاش تقولي ذاك المغني ديالكم بشنو هذاك 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 التجاره بقى جوستومون كيسيني بزاف تي فوتوغراف واحد الخيط بدو كيجيو تريسات للدار جا واحد لو فان قال لي واحد اوتوغراف وانا ندخل على السنيات ما خديتش اللي طالع اللي طالع هو كل شهر ما كاينين ولكن الحمد لله الا كان الجمهور فرحان انا راني فرحان اما دابا غنرحبوا كاملين بغالي اسمع هادي اسمع يا لي زوازو شوف انا دعوت لك دوز فراس انت بحال كيديروا في الطهاره بحال كيديروا شوف الفريق ما كتقيش فيا تفضل مرحبا بك غادي صافي بليزير غادي كلشي مزيان الله يحفظك ليا شوف انا فان ديالك قبل ما نكون صاحبك باش نتفاهم والله الا فان ديالك قبل ما نكون صاحبك ومن بعد وليت صاحبك وليت فان ديالك اكثر انت صاحبي وانا فان ديالك بيو يا صاحبي وانا شو لا انا فان ماشي فان ديالك فان ديالك عهدك تغلط وحق الله لك انا ليا في مراكش شكون كان يقول لك؟ واحد مراكش جاي عندي يقول لي عرفتي انت وحق الله الا انا الا انا ما فان ديالك انا فان ديالك بالمعقول وحق الله تقول يا صاحبي بس ما هاد القضيه في لي بو كاين واحد لو جو دو بعد ما واش خدتو مراكشيين عندهم حلاوه اللسان والضحك عندهم قشبه واسعه اه وي انت ماشي اصلك ماشي مراكشي يا غني ولا مراكشي انا اصلي مراكشي يعني 100% شوف انا شوف بديت في مراكش ومن بعد جي كيتي الماروك عندي 14 عام بديت في مراكش 14 عام مشيت كلشي في مراكش حيت كاين ناس يقولوا لا راه يمكن غاني قباج من فاس شويه لا قباج ديال مراكش شو شي ناس قال قباش فرنسا ما عرفناش ما والله انا نكذب عليكم انا براسي والله ما عارف لا المهم انا هنا معكم هذا هو المهم معكم هذا هو المهم مرحبا بك صافي بليزير باقي ساكن جيت بحر ولا البحر ديما هو ديما البحر تويرا عندك زوينه هذه لا بروف ديال مراكش مراكش يخرج من مراكش خصو يمشي للبحر صافي بليزير عرفتي دوزت بزاف ديال اللي مات واعرين مع غالي ومسكين وسعيد واو 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 بغيت تبدا لا لا رجع لي رجع لي رجع لي اوه صاحبي وي 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 انا دوزت مع خويا عماد دوزت مع غير لي بيلوت هاد الشيء اللي قلت علاش علاش قلت ديك الكلمه ديال خرج عليا راه انا وياه دوزنا غير لي بيلوت وقت ما عند خويا عماد شي بيلوت غني هيك عيد تنقول ليه شي انا عاود نقلعها ثاني نقلعها ثاني ندير شي ديماراج باش نشرحوا للمشاهدين بيلوت سي تادير بعض المرات شي تلفازه التلفازه كتقول لك بغينا نديروا شي برنامج ولكن خص ديروا لنا الماكيت ملي كنبغيو نديرو ديك لاباكيت تجربه زعما تجريبيه شي تجربه هذا شي حلقه تجريبيه باش نشوفو كيفاش كنعيط لغالي خصك توريهم حيت غالي نوريك انا غادي شويه نوريك
كنعيط لغاني علاش؟ حيت غاني هو اللي كي تنقولوا حنا في الدومين ديالنا سي ان بون كليون، سيتادير غاني يقدر يبيع لك البرنامج بالزربه. بون كليون ولا كوباي؟ ولا فار التجارب، فنان تجارب. فار فار ديال التجارب. راه ملي كيجي غاني كنديروا الحلقه كدوز واعره، كنعطيوها للتلفازه تيبقاوش يدويو معاك، تيتخاصموا ماشي تيقول لا ولا اه، كيتخاصم معاك تيبقاش يجاوبك. واش كتهضر مع خويا؟ والله ما بقاوش يجاوبوك. دابا الحمد لله جات شهاده تي في، ما درتش مع البيلوت، ما درتش مع البيلوت وداز وداز بحال، ولكن خفت ندوز هذه الحلقه وما بقاوش ندوزو. شتي شتي دابا شتي دابا التعدو كيداير غني. واش انت مسطي ديما؟ واش دابا نسوق واحد السؤال، اش كتعرف فيا دابا انا مسطي؟ ولكن بينت في هذه الاغنيه بزاف، لانك تي غادي في واحد لو ستيل، ستيل جيم كوبا، عنده دي زانسبيراسيون شي شويه، درتي مع توتون مشيتي اغنيه واعره مكتاب. هذه الاغنيه اش نقول لك؟ هي زوينه بزاف، ماشي ما زوينه، ولكن راه مسطيه. زعما شنو كنتي واقف قبل ما تفكر فيها؟ لا ماشي داك الشيء. شوف انا جو ريست كوميم ارتيست، يعني كيلكو باغ كندير الحاجه اللي مقتنع بها. انا جي توجور ايتي فان ديال تو سكي اندو، وحنا كبرنا كامل كبرنا بالفيلم كاراتي وهندي. هادشي كاين ولا ما كاينش؟ بيان سور دوزتي في كازا، حنا كازا دوزنا سيما فيردان، وسيما فيردان كان فايت هندي كاراتي. الهنود الهنود الكاراتي، كتخرج كتلقى الكماله ديال الفيلم اللي ما كملش، كتبدا بهندي وكتكمل بخلا ضاربو كاراتي. دونك كيلكو باغ راه دابا راه تسناو الاغنيه الجايه تكون حاجه كيشان. لا ماشي فري، سي فري كو في هذه الاغنيه بحال تنقولوا خرجتي من لولو، ما كناش كنتسناو، كنا كنسوق تيت غاني غادي يمشي في شونسون بحال خوتو لي زارتيست، ولكن درتي اون شونسون. انا جي مون ستيل، جي مون ستيل اللي هو لاتينو امريكا كيلكو باغ، لو فيت انه ندير كيك شوز دوطخ دو نوفو بور موا، زعما كنحس براسي بحال يعني ما تنقولش تجديد، ولكن كنقول مع راسي كنخرج باش نعاود ثاني، ما نبقاش نعاود نرجع في الستيل ديالي بان اوتخ تخيك بشي حاجه بلو ريسونت. كاين لي كولور بزاف في الكليب، لي كولور كاين، لي كولور كاين ناس زوينين بزاف في الكليب، كاين شويه الكحل البيض شويه، وكاين لي كولور، كاين لي كولور كاين بزاف فلوس فاش في الكليب. يعني كيمشيوش بقيو واش دابا دابا اكثر من العرس المغربي. واه صاحبي الا بغيتي دير شي حاجه، الا بغيتي تعطي البوبليك ان بون ترافاي يفو اتر جينيرو، خصو يكون سان كون سخي. هو القضيه سي فري في الاول كتحطوا ان بودجي ديال ان كليب، كتقول فوالا غيكون بواحد درهم باغ اكزومبل، كتخرج بخمسة دراهم، لان كل مره كتبان شي حاجه كتزيدها. بحالو بحال العرس. شي الكليب بحالو بحال العرس. ولكن بلاتي بغيتي نشوف هنايا، ما كاينش شي حد هنايا. انا شوف ماشي فين ما بغيتي تشوف. لا يوجد اي مخاطب في الوطن الانسان، ما كاينش مشكل. دابا انا كيهضر معايا وهضر معايا هضر معايا هضر معايا هضر معايا هضر معايا باش نشرح لك. دابا الشيء هنا في هذا البلاطو كاين شحال كاميرا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واخا؟ إيه سبعة الكاميرا. يلا عندك هذيك الكاميرا هي اللي ديال المدير، هذيك كيتفرج غير المدير ديال التلفاز. هذيك خصني نشوف. إذا بغيتي تقول شي ميساج هذيك. أنت ملي كنت تهضر معايا خلينا نهضر أنا مع المدير. هذيك ديال المدير. الجمهور ها الجمهور. فين الجمهور؟ ها الجمهور وها المدير. ها المدير. خلينا نهضر شوية مع الجمهور وشوية مع هذا ديال السيد اللي كاري لنا الكاميرات. احتراماتي سعادة المدير. ها واحد. عاد بغيتي دوي دوي. احتراماتي سعادة الجمهور. هضر دابا أنت هضر وخلينا نتفرج. ألوغ هاد الكليب هذا. هاد الكليب هذا. مال الكليب. اللي صورتي واش تقام بزاف ولا غير بشي بركة؟ الكاميرا بغيتي تشوفها ديال الجمهور ولا ديال المدير ولا ديال الكاميرات؟ دابا اللي بغاني نجاوبو نجاوبو، المدير انا راه باين بغينا، ولا جاوبت المدير خصني نزل نحط ليه الشيك تتسوي، ولا جاوبت الجمهور ما كنتسالي ما تنتسالو، تكونوا واضحين. دابا شنو كيفاش؟ قيو بزاف هاد الكليب هذا. ودابا صاحبي قلت لك بحال العرس، العرس كتكون غادي بواحد البيودجي ياك، العروسه كتكون بنتي هي دايره والله لا دايره، واش فهمتي؟ كتكون غادي كتكون بغيت تعطي اش تيقولوا لها بعدا؟ صداق صداق اش فهمتي؟ كتبدا تيقول لك هذا كيجي تقول لا صاحبي لا، راه الطبله راه ماشي خصك، راه ماشي دجاج عادي، راه كاين دجاج ودجاج وكاين هادي وكاين هذا، كتبدا في الاول كتقول لك 3000 تولي 6000 بحال بحال الكليب. وكيسمع لي في الكليب دابا الدجاجه في الكليب، الدجاجه في الكليب 6000 ولكن سمعتي سعاده المدير، غادي تكونوا
واضحين. الو استلف الجلسه. ولكن اسمح لي في العرس وي كتسالي عرس وي كدي مرتك في الكليب شديتي المخرج ولا شديتي؟ ديت مرتي في الكليب تو اي بيان سيغ كتسمعك في الكليب. مرتي هي كتشري الدجاج كامل بابا هي كتشري كاع الشطح هذاك هي تما. دوك مرتك مهم هي اللي كتخسر لك. مرتي مهمه بزاف في الكليب. علاش؟ لانه هي اللي كتعطيني نصائح. ديال ديال نصائح في كل شيء ولا غير في الكاستينغ؟ هي اللي خرجت عليا في هذا الكليب. باش بغيتي دير كليب؟ هي ها الكليب تاهو. ولكن الحمد لله اذا كان الجمهور فرحان انا راني فرحان. هذا هو المهم عندي. ليسونسيال سيكو ما كنحسبوش دابا حنا كنضحكوا ولكن سعاده المدير حنايا وسعاده الجمهور الكريم حنا راه ما كنضحكوش معكم. حنا اللي بغينا نديروا شي حاجه كنديروها زوينه ولا بلاش. سي شويه الاشاره غادي. شنو فيها شويه مع بغيتي تهضر مع الجمهور ولا مع مول الكاميرا؟ لا ما نهضرش مع المدير. المدير خبي دابا عليه المدير الله يسلمك. عطينا شي حاجه باش نهضر. الو الاشهار دابا دستي شويه الاشهار واش وليتي دابا اجوردي كتخدم الاغاني حيت ولينا بحال الاغنيه بحال شي نهار غادي نشوفوها في شي بيو. اقسم بالله العظيم وانا زعما انا شاد عليه بانه ورمضان هذا ورمضان هذا وهاتو ما شفتو درنا شي اشهار بغبركتو عليه بعدا ملي بدا الكليب هما الاشهار 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 بعدا كاع تقول شي اشهار تعينت بعدا ما كاين لا اشاره ولا والله ما كان قصد انا. كلشي كان كيسحبوا بان الجاره مع غتكون الجاره في شي دار ولا شي حاجه. ايوا لا ممكن سادير حنا كنغنيو على بنت الجار موضوع اللي هو يعني كيخص جميع زعما كاع كاع المغاربه عشنا بنت الجار وهادشي ولا المغربيات عاشوا ولد الجار. فانا دونك بالنسبه لي ما عمرني ظنيت انا غندير بها شي تخي بيان لهذا غادي نمشيو لواحد الانترفيو اللي سميتو الانترفيو ديال الجاره. هذا انا معكم كاملين. اول حلقه اول فنان ضاربه مع لي كادرور لي كاميرا مان. شوف انا معكم مزيان. لا انا معكم عندك مولات الكاميرا هذا يجوز بالضحك عليا صاحبي. عطيو دو لي بار عطيو عيما دوميسين. والله لا عطيو دوميسين. مرحبا. الو نمشيو هذه الانترفيو ديال بنت الجاره. واش كتعقل على جارتك ملي كنتي صغير؟ لا حيت عرفت كنت مفتوح شويه قبل ما تجي المغرب كنت مفتوح. دابا كلشي ناضي كلشي هو هذا. يلا جيبي هذيك طريفه الكفته ديالي جيب. قول لي واش عقلتي على الجاره اللي كانت حداك ملي كنتي صغير؟ شي جاره ضروري كانت عندك شي بنت جاره؟ جيستومون دابا فهمتي باش ما نكذبش عليك انا ما يعني الموضوع ماشي انا اللي كتبته. دابا حنا الموضوع بوحدو حنا كنهضروا على انت في الصغر واش عقلتي على شي جاره كي طماخكي في حياتك ولا بنت الجاره؟ لا كاين بنت الجار اللي زعما كاين وزا ماركي زعما فاش كنا صغار. شحال كانت معاهم؟ اللي تي موش زعما هذا ودي بعدي الما ماركي ما ماركي لا عندك كانت عندي بيسو كانت عندنا بنت الجار كنا صغار صاحبي سي نورمال. كنتي كتلعب مع الجيران؟ لا ما كانش كنلعب مع الجيران. لا كان الوالد مانعنا باش نلعبوا حنايا كاع. لا بصح اقسم بالله كان اللي بغى يلعب خصو هو يجي عندنا للدار باش كان نلعب كونترولي باسكو ديك الساعات سيتي ايام الرصاص. الوالد الله قسم لا زمك سيتي انتيغدي انه حنا نلعبوا مع الناس الا ما كانش يعرف شكون هو. والده واش باشي سي ان تخيك دو دانك جي اون افيكو سي ان اون افيكو هذا الاقصاء مع الوالد الله يرحمه. ولكن كنتي من النوع ديال اللي ما كيكونش الوالد في الدار الله يرحمه ولا شي حاجه عاش الجار ولا الجار باردون الجار كيجي للدار عندك؟ لا الجار ما كانش كيجي للدار الا باذن الوالد. عرفتي شنو اللي جا الوالد وقى الجار ولا بنت الجار ولا شي حاجه كلشي دخلت ما تيبقاوش الجيران كاع ماشي كلشي تصوتا. لا لا الجوره باقا بحال ديال شحال هذيك شحال هذي الا شي واحد ناقصها شي حاجه كيتعاونوا بيناتهم الجيران. وي كاينه لا كاينه جاره بشكل اخر الا ناقصك شي حاجه خص تبقى في داركم ويا ناقصهم شي حاجه يقدروا يجيو عندك. دونك دائما سا ديبون دو كي توي. الا كنتي عماد قطبي باغ اكزومبل سي نورمال غادي يلقاو عندك مثلا يلقاو عندك مثلا ملحه وما يلقاوش عندك باغ اكزومبل كمون. انت ما عندك كمون باغ اكزومبل معروفه هذيك القضيه. دونك بما انه نعرفوا بانه عندك الملحه راه غادي يجيو ناخذوها عندك. مي سا صعيب هذا اللي كتقول دابا اليوم. علاش جيت قريبه؟ كيهضروا زعما بكل صراحه انا بغيت الملحه كنجي عند خويا عماد. احنا دائما في هذا البرنامج ياك غادي نسولوا سمحوا لي هضروا شويه هذاك الشيء اللي كتوجد هنا
داك الشيء وريتيني في التليفون نهضروا شويه بغيت هذا مازال لا نهضروا شي حاجه ما كاينش مشكل ولكن مازال ما كاين حتى شي حاجه اوفيسيال واحد طيب الو حيت ضروري خصني نيغوسي معاكم لا انا قبيله عندك واحد بروجي واعر بزاف لان صغار باش شي واحد يكون عنده 18 ساعه ديال كيقولوا حنا في الجارغون لي روش سي تادير دوك لي فيديو ديالك ملي كنتي صغير في لا كارير ديال كلشي شفت بان عندك شي حوايج ملي كنتي صغير حتى لدابا جامع دي فيديو 18 ساعه ديال سميتو بغيتي دير واحد دوكيومونتير على حياتك لان حياتك فيها الزوين وفيها الخايب كيف كلشي ولكن كاين دي سوربريز ما هضروش عليهم هضر لي غير على البروجي كيفاش وشكون وكيفاش ما شوف لو بروجي ايلي انكور يعني تري فكره يعني كيفاش نقولوا فكره لانه واحد النهار الوالده عيطت لي قالت لي راه لقيت واحد الكاسيت ديالك يعني سوبر 8 وديك الكاسيت في اش اس سوبر 8 وهذه ترو سيستم و 5 سيستم ترو سيستم و 5 سيستم مشينا درنا دوك لي كاسيت شفنا شفنا بانه تقريبا بحال قلتي شي واحد تبعك يعني اذا كانت سواري بريفي ولا شي حاجه تلقى الكاميرا شاعله وديما تخيك دونك كيلكو بار لقيت بزاف ديال الحوايج عاود عشتهم من خلال دوك لي فيديو و جو مسوي دي كو سا سري بيان انه يعني نوريو الناس زعما لا فيغيتي ديال ان باركور ان باركور ما نقولكش شنو شفت ولكن زعما يفافور دو كوراج باش توري للناس داكشي اللي شفت انا لا ولكن سنا غيان افوار افيك لو كوراج لانه جوستومون انا عمرني ما كذبت زعما ولا زعما خبيت شي حاجه مي كلكو باغ الا كان هذاك الشيء سا بو يعني سيرفير يعني وغادي يقدر مثلا يجيب واحد بكل تواضع يعني يمكن باسكو سي ان باركور اللي يمكن اي واحد يتقمص هذاك ماشي كنهضر على لو بيرسوناج يتقمص هذيك الحياه باسكو حنايا كاملين عندنا دي رول وخصنا نتوفقوا فيهم وكاين شي حوايج ما توفقتش فيهم وكاين بزاف ديال الحوايج ما توفقتش فيهم وبغيت نوريهم للناس لانه ما جاش داك الشيء هادشي كيشوفوا الناس ما جاش هكاك ما كاينش شي حاجه كتجي هكاك كاين كيلومتراج تبارك الله بقى معنا على شاده تي في معنا غاني اليوم بزاف د الحوايج كيتسناوكم بزاف المفاجات ما تمشيو فين وما تكثروش من الحريره بقى معنا مرحبا بكم معنا من جديد في كود بي تونايت وهاد النهار معنا غالي اهلا وسهلا شي غالي بخير كلشي مزيان كلشي بخير الحمد لله كي لازم نعرف كل يوم دوك ليا غالي ملي مشيتي لكاليزي شي ورقه في الجماعه وي كدوز بالزربه ولا كيفاش سي غالي سا ديبون ولا ملي توقفوك البوليس على الوراق سا ديبون دو هذا نقول لك قول لي يعني بون كاينين الناس اللي هما كيبغيوك الحمد لله زعما اوغوزمون ياك وكاينين الناس اللي كان اليوم غنكرفصو باش يمشي بوندون 24 ساعه هو عنده واحد الموضوع باش كيهضر به تيقول ما عرفتيش كرفصت لك هذاك علاش تقول لي ذاك المغني ديال كل شيء هذاك عادي جبت لي بالتجاره كتبي بالتجاره طيقز لي ولا يشطح عادي جرت لي وقفت ساعتين ووقف من 10 على والو ولا على شي حاجه هضر مع الجمهور كتقول للمدير هضر مع الجمهور هضر مع المدير سير تفضل لا الجمهور كنقول له انا زعما شتي والله كون ما كنتو نتوما عرفتي على وجهكم بشحال كندوز ولكن جوستومون ما كنقدرش جو نيم با زعما بلا كتحشم دي فوا ماشي دي فوا يعني تري سوفون ما كنقدرش سميتو كيجي تيقول لك اجي دوز حتى الكلمه كتجي بزاف الفنان ديالنا لا الفنان ديالنا لا هي دوز الفنان ديالنا ولا شي حاجه ولا كتقدر دوز انت غادي شي حاجه كيكون خاوي حتى تيولي عامه كتولي انت كتصور فعاود ما دوز واحد نص ساعه كتولي ندوز اربعه السوايع لانه خصك تشوف المقدم وخصك تشوف بلاتي راه بغا يجي يتصور معاك عندي ولد خالتي راه كيحماق عليك دا كملتي دابا جمعتي الوراق وجمعتي كلشي وجمعتي كلشي بلاتي الله يحبك هو جاي غيخرج من المدرسه مع اربعه شحال هادي جوج اربعه يخرج هي هذيك الخمسه تجي نتايا وتصور معاك واحد هاد القضيه صاحبي جو تخوف سا اكسترودينير شي فاش كتخدم هاد المنتي ديال الفنان خصو يكون عندك الوقت ملي كت دي فوا ما كتراجعك طلع لك الدم شي شويه لان بنادم تو غيست ان ايتر هومان والله ما كيطلع لي الدم بالله مادام وي باغ اكزومبل عندك باغي تمشي في حالك
كيشدوك بعض لي فان اللي بغا يتصور معاك واحد الحاجه كتخلصك ساعات المكانه وانت كتصور. واش هادشي دابا شي حاجه كتقول لي وما كتشوفش انت مشات عليك الطياره بتصور؟ لا بتصور وبقى كيهضر معك شي واحد وخصك تبقى تهضر معاه خصك تحترمه لانه انت كتدخل عنده التلفازه هو ما دار لك والو هو جالس يتفرج من تيبان بباله وانت تخرج عليه لكن انت كتامبوز عليه نورمال فاش يتلاقى معك خصك انت تقوم بالواجب ديالك سيتا 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 انا بالنسبه لي سي نو اوبليغاسيون داخله في لا فاكتور ديال الشهره داخله مع هادشي دونك الا كنتي تو ام سكو تو في راه ما غاديش تحس بانه سا ديرونج لا انا فاش كنخرج من الدار ما كانش كتسيني زوتوغراف باقي هاد لا نوسيون ديال لي زوتوغراف مرضى بحال هكا ما فهمتها لي زوتوغراف كتسيني شويه لي زوتوغراف با بوكو مي كانت واحد الوقيته هاد لا كولتور ديال لي زوتوغراف مازال كاينه كون تي باس اكوتي دون فاكولتي تيكون يعني ستيلو متوفر وتيكون الكتاب متوفر ولا شي ورقه ولا شي كتاب مهم انا كان واحد الصديق ديالي واحد الفنان جي سيني سور دي تخيك لا فولي بقى جوستومون كيسيني بزاف لي زوتوغراف واحد الحاجه بداو كيجيو التريسات للدار كيسيني على التريسات هو تصحاب راسو فنان وكان واخد كريدي وكيسيني وصحابو كيسيني زوتوغراف وقعت لي واحد الوقيته ثانيه في الاوتيل واحد شهرين وانا موالف لا سيني ديالو داك الشيء واحد النهار وقفوا لنا قالنا راه صافي راه وصلتوا للطوب ديال زعما ديال البيدجي وداك الشيء خصكم تخلصوا عاد مشينا شدنا لا فاكتور ديال شحال عرفتي كتجلس واحد الشهر وانت كتسني والماكله وداك الشيء تيقول لك ها انت شحال عندك كتقول او سنين السنين هذا الشيء كله تيقول لك ها انت السنين ديالك السنين ديالك انت فوالا فاش عطينا خلصنا داك الشيء واحد المبلغ يعني الله يسمح لينا خلصنا عرفتي وكان يعني اتاي بزاف صرنا بزاف ديال الاتاي حطنا حطينا سميتو حطينا كملنا القضيه جا واحد لو فان قال لي واحد اوتوغراف وانا ندخل على السينياتور واحد ما نقول هذيك السينياتور بان لي فيها الفاكتوره جا عندي قال لي لا انا في الاوتيل قال لي انا راه غير فان بغيت تسمع لي راه ما والله وقعت لي بالله المهم يدوز هذه القضيه دابا عرفتي بدات الوقت صديق دابا ولا لارتيست اكزيجون ما بقاش بحال شحال هذه لارتيست درويش دابا لارتيست الا غادي يجي ان ايفينمون واكل شارب وتصحابو واكلين شاربين ودابا المشكل لا هو راه ما تيكونش واكل شارب سي نورمال صحابو اللي تيبغيو ياكلوا ويشربوا ماما هو راه تيكون واكل شارب جاي واكل شارب ما بي انا اختي سي تري انا اختي زي كيطلع سيغ سيد هو بغى ياكل ويشرب خصو يطلع بعدا شبعان اختي اللي طالع اللي طالع واكل شارب ما كاين غير ما تخليش واحد القضيه كنا هضرنا عليها وديما كنهضر عليها هضرت عليها ديغنيغمون في لا راديو هذه واحد شي 10 ايام هضرت على واحد لانيكدوت اللي طرات لك في طنجه سيغ سين طلعتي سيغ سين وديك تعاودتيها ليا نذكرك بها طلعتي سيغ سين بديتي كتغني واحد الاغنيه مشاو لك لي باغول ومع الاغنيه حزينه واحد شويه غاني شنو دار شد راسو ودار راسو كيبكي لما درت راسي كان شوف بكيتي بصح بكيت بيان سور كو بكيت واحد اللي كيوصل تجي تسال البارول ديال تيس قالوا ما يبكيش اقسم بالله انت بكيت انت بكيتي ديال بصح لا عشت كنت عايش مع الاغنيه ولا دابا هذا دابا نقول لك راه ماشي باغ شوف انا نقول لك كنت نغني اغنيه مشاو لي بارول اوكي مشاو لي بارول بدا البيبليك تيغني البيبليك حافظ لا البيبليك حافظ وبواحد الطريقه قالوها ودازت زوينه وحلوه وزعما باش جيتي ايمو دو فات انهم تيغنيو اغنيه وحافظينها بكيت على جوج الحوايج على انهم حافظينها وعلى الفات انه نسيت لي بارول والناس بداو كيصفقوا عليك بداو يصفقوا لان قالوا سي ليموسيون فنان لا ما كنضحكش عليهم انا كنت نبكي لانهم مشاو لي بارول واش نقول لك قلت شوفوا اقسم بالله مشاو لي بارول اما دابا نقولها دابا نقولها قبل كنت نحشم شويه كنت نحشم البيبليك سمحوا لي قبل دابا نقولها تبدلت الوقت غالي شحال هادي انت دزتي في هذه الوقيته ولا ما دزتيش في هذه؟ بيان سور كنت دزت في هذه الوقيته. دزتي في هذه الوقيته؟ هذه الوقيته هي اللي ما كانش يحملوني ندوز فيها. علاش؟ فجيت باش نجيب واحد الالبوم دار لي هكا عطيته واحد الكاسيت دار لي هكا قال لي قال لي سير بدلا ولدي الحرفه ما خدك مازال صغير ومازال عندك شحال قاعد معاك؟ جافي شحال جافي واحد 20 اون 21 دونك اول اغنيه غنيتي في كاسيطه شنو هي اغنيه؟ اللي تسجلات في كاسيطه انا اول كاسيطه درت هو الفيس دي ماروك كنت نغني اغاني الفيس دي ماروك الفيس دي ماروك هو اللي كنت ندير في الاول مي هذاك داز هذيك داز باسكو الفيس كان يعني اي واحد يدوز بالفيس مي فاش درت اول البوم ديالي في نجيب العربي وداك الشيء قلت لي رجع لي الفيس ولا سير في حالك سي فري لي ريزو سوسيو دابا سي تقدروا يطلعوا الفنان كيف يقدروا يهجموا عليه الناس ويقولوا هضره خايبه
دابا كتشوف لي كومونتير اسكو با اون بار سيريو دابا لا سيريو سيريو حنا سيريو وضحكين لا لا حنا ضحكين سيريوزمون اكزاكتومون لي ريزو سوسيو انا سي دوبل ترونشون بالنسبه ليا باوي سا ديبون كومون اون يوتيليز كل واحد كيفاش كيتصرف في الريزو سوسيو ولكن بزاف الناس كيبان ليا بانه اي سون انكونسيون ديال على على شوف سي تري فاسيل بحال ان ريستورون كتدخل تي كوموندي فو باي لا فاكتور لي ريزو سوسيو بور موا سي باري يعني الا حتى دير شي حاجه خصك تعرف كيفاش تحمل المسؤوليه حيت دابا اجوردي كتلقى بعض الفنانه كتلقى الاغنيه واصله مع شحال من مليون دو فيو ولكن با فورسيمون الناس عاجبهم كاين اللي داخل بار كيوريوزيتي عرف هذاك الاغنيه علاش علاش محيحه يعني علاش دابا شنو السؤال ديالك بالضبط السؤال ديالي يكون فهمته انا كرا سولته لك انا براسي ما فهمتوش انا غادي نجاوب جاوب على داك السؤال اللي ما فهمتش انا غادي نجاوب على الجواب اللي واخا ما سولتيني انا غادي نجاوبك واخا انا ما فهمتش غادي نسول الجواب ديالك فهمت فهمت عطيني الجواب باش نعطيك السؤال Aujourd'hui, tout le monde sait que les vues, mais qui est ce qui est là, mais qui est les vues. Alors, soit dit, les gens qui ont les vues. Bien sûr qu'ils ont les vues. Qu'est-ce que c'est Là, d'abord, il y a tellement à dire, chauf. Enfin, quand on regarde un titre, on dit très bien, 10 appels par jour, parce qu'il y a un titre, un titre, voilà, on te propose un package, il y a le temps, avec la tendance, avec Hadi, avec Asmigo. Ça, c'est une chose, Anna Binsbelia, il a dit, elle est là, elle te dit, oh, j'ai gagné Snapchat, un gros mazam, qu'on a acheté Snapchat. Elle dit, on dit Instagram, on dit Facebook, et j'essaye quelque part de faire un peu de communication. Bon, difficilement, j'arrive à je suis arrivé à un million depuis très très longtemps, difficilement. Et tu trouves des gens, ils viennent commencer au 4 millions, 5 millions, mais bon, ça, ça ne me dérange pas à partir du moment où il y a des gens qui ont été c'est devenu un truc de le marché. Il a pris le marché pour acheter une vitrine, خصك تحط على الفلوس باش الناس يجيو كتلقى فنان باغ اكزومبل اللي عنده سيتيغ داك النومبر دو فيو اللي كاينين بحال تفرجوا فيه المغاربه كاملين زيد عليهم الجزائر وتونس وليبيا وزيد عليهم شي 60 دوله واحده اخرى ايوا بالناس ديالها كاملين بالناس اللي عندهم انترنت الناس اللي ما عندهمش ما خصكش تنسى بينهم ما كاينش غير الناس لكن انت جنون انت جنون راه تيكليكي هو شوف مي بون بلا كابار شوف كيلكو بار يفو غادي نقول شي حاجه اللي غدا غادي نحصلوا عليها ولا غادي نبانوا غدا دراري صغار شوف اون تي اوبليجي بور لا فيترين دو رونتري افيك سمو حنا ما عندناش لي مويان يا بوكو دارتيست اللي ما عندهمش لي مويان باسكو سا كوت تري تري شير اي كيلكو بار يعني سي ديفوني ان بيزنس كي كونو معروف بحال كتقول لي انا بغيت ندير ان 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 انونس في الجورنال راه دي جون كيحطوا لي زانونس في الزونا بغيت تخرج ان تروك راه سا كود لارجون دابا مالوروزمون حتى الا بغا يعيد باغ اكزومبل شي ايفينمون في سيرتي يمشيو يدخلوا يقلبوا عليك الا ما كيعرفوكش لا لا شونسون هذيك لا دابا ولا بغيتي دير ان تروك سي تو فير ان تروك سي باغابور لو نومبر دو في سكي فو سافوار لي هو كي فري كونت يا ان نومبر دو في اي لي جون سون انكوراجي باغ كوريزيتي اي ريغارد اي تون برودوي كي وصل للناس سي اون مانيير دو ماركتينغ داريفي او جون Donc avant que nous ayons la maison de disques utilisait un réseau privé, parce que la maison de disques, il y a le monopole, elle a les radios, elle a les télévisions, elle a l'Europe, comment ils fonctionnaient. Mais c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'il a McIntosh, dans la maison de disques, un grand pourcentage, tu n'as aucune chance de réussir. Aucune. Quand tu es dans moi, comment j'étais artiste indépendant, je suis passé chez Drucker, je suis passé chez les grosses émissions en France, mais je n'avais aucune chance de faire le marché. Parce que pour être le marché, quand un disque, on a dit, il faut passer par une maison de disques. La maison de disques, elle a le monopole. Aujourd'hui, YouTube ou là, d'autres réseaux sociaux, ils n'ont pas fait Facebook ou YouTube, bah, je n'ai pas fait le système de faveur. Bah non, il faut un jour que tu payes. Bien sûr. كاين جيت فادي قضيه كاين ولا ما كاينش هضرتي مزيان دابا هضرتي مع المدير بعدا غير كاين فهادشي المدير اللي هضرتي معاه خلي سي الزواج والفن سادير بور ايكيليبري اونتر لا في بريفي والخدمه فيو كو انت كتسافر بزاف اولا ما تشديتي لي بعدا غير بزز لان فيما كنهضر معاك كتقول لي غدا الصباح الطياره لاشين عندنا 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 لا لاشين سيتي سي فيني جوست فيرغول فيغ فيغ زعما ان بوان فيرغول مي سي فري كو جو فواياج بوكو لانه جو سوي سور ان بروجي ان شاء الله جيسبيغ كي فا اريفي هذا البروجي هذا واخذ زعما بواحد الجديه كبيره
وبغينا ان شاء الله يعني انه يوصل بواحد الطريقه يعني عالميه ان شاء الله. بروجي نقدروا بروجي ان شاء الله غادي نهضروا عليه اون فوا كيسخا يعني مخيط مخيطهم سني. سالينا على السؤال ديالي بغيت نقول لك اسكو المراه خصها تكون عندها الصبر باش تجوج مع الارتيست بزاف اللي عنده لي فان فام واللي كيسافر بزاف. او تي سي انا جي با بوكو دو فان فام يعني جي با كو دي فان فام. دوبي كو جي شونتي بنت الجار جي بوكو بلوس دو فام. Est-ce qu'il fallait que je chante tout seul pour avoir toujours des... Non, là, c'est difficile. C'est difficile, j'étais en train de parler tout à l'heure avec un ami à moi. C'est difficile, parce que parfois, les gens qui se servent de manière télécaïque, et vous savez, une femme, généralement, elle est conçue pour un homme, il est pour elle toute seule. Et c'est là où c'est difficile. Mais elle est ma femme, elle comprend, elle a l'âge, elle comprend, et je suis quand même quelqu'un de très famille aussi. Téléphone silencieux dans la maison ou là? Qui va? Téléphone tout comme ça. Là, téléphone tout. Qui est silencieux? Téléphone tout ou le code là? Parce que le code... Mktoub. Mktoub. Donc, là, on a dit là. C'est-à-dire que j'ai le téléphone qui m'a dit tit-tit. لا 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 كاين لا كونفيونس كاين لا كونفيونس توتال كاين لا كونفيونس توتال باسكو تيكون معروف تيكون عارف بنادم زويزو ولا كازوين ولا ما كاين ولا ما كاين والو اكزاكتومون سورتو ملي كتفيق الصباح انت جاي مسخسخ كيجي عندك شي ولد كيدير لك الجمعه كتمشي تصرفي واه هذا الصباح بصح والله لا الصباح لا عرفتي ما دانيش نعاس في الليل لانه مع الصحور وداك الشيء كتبقى جالس بحال هكا كتفيق الساعه هو السبعه الصباح فايق عرفتي واحد الترفيقه اصاحبي عرفتي واحد الترفيقه الا كيلاش عنده؟ عنده 3 سنين تبارك الله عرفتي بحال عرفتي ما عرفت راسي واش في الدار ولا في الكوميساريه ولا غاصر فوق تبدا تعترف بالمدام تما ويا بابا المهم بيت 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 اولدي لا الواعر مع الترفيقه ما بديتي كتعترف بالمدام كنت معاها البارح عرفتي معاها كنت هالكود هالكود غالي اخويا ميرسي بوكو اللي كنتي معنا اليوم صافي بليزير الوقت داز بالزربه ايوا سي سي كونت سي اون بيل ايميسيون سي نورمال تري جونتي ميرسي بوكو انا عارفك كتقول لي هذه الهضره هذه وما لا والله العظيم بالله الا جات ادمي غي نورمالمون تي سي تري بيان يحفظك ليا باسكو تي في بوكو ديفور كدير الخدمه مزيانه ومدخوله برافو عليك ميرسي بوكو ميرسي امتى غادي يجي ولد الجار ولا شنو البروجي اللي جاي من بعد في الغنى انا ان شاء الله حنا خدامين سيغ ان بروجي اي جيسبيغ كو حماق من نوع اخر مي غادي نحيدو هذا في دي سونوريتي ازياتيك في هذا البنت الجار لا لا باسكو جي با ترو زعما ما تخليهاش لازم ما تخليهاش بزاف بحال لاتينو بعدا ماشي ازياتيك شويه شكون بنت الجار لا لا نو 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 غير 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 نبا اوكي بغيت خلينا نصومو غدا لا نصومو غدا فوالا دونك غير نبا باش لا ماشي ازياتيك غير نبا صافي غير نبا عماد Ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui dans mon émission. Merci, gentil. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. انا كنحماق عليكم وسمحوا لي الا قلت الصراحه موعدنا ان شاء الله الحلقه الجايه في نفس التوقيت في نفس التوقيت مع فنان جديد ولا رياضي جديد ولا سبورتيف ولا معايا عماد قطب الليلة سهران على شهادة تي في كاين بلان كل حلقة معانا فنان كلها تخشاب سينوجي قطبي تونايتي نشطكم شهادة تي في غتونسكم هاد الليلة احنا معاكم خليكم ما تنسوش مع شهادة هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون تجمع الأحباب والجيران أو مع شهادة هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون رمضان هذا واش من رمضان شكرا على حسن انتباهكم والى اللقاء توشف كبير تلاقاو ان شاء الله معنا في واحد حلقه خاصه واحد حلقه فريده من نوعها
مع الضيف ديالي عماد قطبي تونايت. صافي بارك علينا.